جات قريبا هذا الموقع ديال اخوتي العزاز، كتعاود في حالك مع الاتجاه هذا، ها هي جات تما مع الدور. السلام عليكم خوتي العزاز، اليوم جيتكم واحد قطعة أرضية مساحة ديالها 60 متر، كتواجد منطقة سيدي حسين خندق الزرزور. الأرض ملكية وجات قريبا الشارع ديال العشرين. واجهة واحدة على الزنقة ديال 5 متر، دابا هذه الزنقة ديال 5 متر اللي ما جا من تما، دايز ضو الماء ودايز واد الحار. ها هي الزنقة ديال 5 متر دايزة هايدا، قطعة أرضية هي هادي، عندها الكروكي ديالها، يعني فرشة واحدة كتشوف من هاد الاتجاه هذا، هي جات قريبا من الطريق. جات قريبا الشارع الرئيسي كيبقى من فوقي، ومن هنا الدخله ديالها كما كتشوفوا معايا، الحومه عامره وساكنه، الا بغى شي واحد يفوز بها مرحبا اخوتي العزاز. مولا عنده الغرض يبيع، الثمن ديالها كيقول 2000 درهم، فيها شي بركه المفاهم. هنا اخوتي العزاز هذه المنطقه كما كتشوفوا معايا، ها الزنقه ديال 5 متر، والارض هي هذه، حيت مولا عنده الكروكي ديالها، ولكن ما عملاش ديك الرجمات، ديك الرجمات ديالها ماشي مشكل، لبن شاري ديك الساعه كتجي مهندس وكتحدد الارض ديالك بالضبط فيه. المهم هي جات الثالثه، جات الثالثه يعني الاولى الثانيه الثالثه. هذا الموقع ديال اخوتي، هي الارض واطيه في صاله مزيونه مربعه، فرشاده 7 على 8، كما تعرفوا منطقه سيدي حسين الدنيا زيانه تبارك الله، هنايا الحومه عمره وساكنه، صلحوا لها الطرقه، صلحوا لها الشوارع، هاد الزنقة تا هي دابا يصلحوها، المهم هي جات قريبا الطريق. خليكم معايا اخوتي، منطقة سيدي حسين خندق الزرزور، هي قريبا واحد السبيلة د الماء هي كاينة فوقي، كما كتشوفوا معايا ها واحد السبيلة كاينة فوقي، الشارع الرئيسي دايز من تما ديك الاتجاه، راه هو كتجي بحالك، والارض ها هي فيني، راه الارض فيني، زنقة واحد واجهة وحده كتشوف من هذا الاتجاه، هذا 60 متر 2000 درهم. ها الموقع ديالها بالضبط، اللي عجباتو يتواصل معنا على الرقم ديال الهاتف اللي كاين في الشاشة. ما نطولش عليكم الفيديو اخوتي، السلام عليكم.